نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيم المتميز كابتن نصر عباس. منورنا يا كابتن. تحياتي كابتن ادم، تحياتي لكل مشاهدي قناه نادي الاهلي في كل مكان، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، وكابتن عادل عبد الرحمن. كابتن نصر نورك. نورنا كابتن. الله يخليك. مبروك للنادي الاهلي على الدوري طبعا وعلى التميز هذا الموسم، مبروك للجماهير كابتن علاء وللاعبين والجهاز الفني، مجهود كبير جدا قاموا بيه. مبروك لمجلس اداره بالكامل برئاسه كابتن محمود الخطيب. كابتن ايمن، النهارده عندنا محمد معروف حكم الدوري لسه راجع من كاس العالم للشباب، قدم كابتن شريف مباراه كويسه جدا هناك، مردوده كان كويس، بيشتغل على نفسه كويس قوي قوي قوي. نتمنى احنا كمان هنا في مصر كابتن علاء نساعد الحكام اللي هي بتبقى مصنفه في نوعيه الماتشات اللي بياخدوها، ازاي نحط الحكم في المباراه اللي هو يعني ممكن يكون من خلالها يقدم مردود كويس. نتكلم على موضوع التعيينات، ودي قصه كبيره جدا جدا، وهنتكلم في الختام بس مش النهارده مع الكابتن اسلام في حلقه خاصه عن ختام الدوري والتحكيم وكل الكلام ده. النهارده محمد عمروف كابتن ايمن، مباراه سهله جدا لاسباب كتيره جدا. اولا نروح اللاعبين بين الملعب، في الملعب ما فيش اختبارات داخل منطقه الجزاء، عندنا كمان نتيجه المباراه النادي الاهلي النهارده بيلعب بالشباب، فالمباراه النهارده يعني سهله ما فيش فيها صعوبه. ولكن انا عندي حاله في الدقيقه 34 يا كابتن عادل، كابتن اسامه، ما ينفعش تعدي علينا احنا، يعني ممكن تعدي على اي حد، ولكن الدقيقه 34 النهارده بتشهد حرمان محمد معروف من التميز. هجيب الحاله دي مهمه جدا ومش هتنفع تعدي علينا. طاقم التحكيم بالكامل قدم مباراه كويسه النهارده، سواء محمد معروف النهارده وكان معاه احمد نوفل المساعد اول، عمل مباراه جميله جدا، تعاون احمد نوفل موجود اهوت، ومعاه محمود كثير كان المساعد الثاني، واحمد ناجي كان الرابع، محمود بسويني كان على الفار، واسامه السيد كان ايفور. انا جايب الحاله دي مهمه قوي قوي يا كابتن علاء، وبس يعني يا ريت نشوفها، عشان احنا يا جماعه في حاجه اسمها العقوبات الانضباطيه. هنا سمير معايا بقى واحده واحده، عشان الحاله دي مهمه، انا ببني عليها شيء مهم جدا يا ايمن يا علاء. يا جماعه لازما البطاقات دي ليها حسابات. مين ارتكب مخالفه هنا يا كابتن؟ اللاعب رقم 40 من النادي المصري اللي هو الجزار. اللعب هنا بايه؟ ها؟ بتهور. تهور ده. تمام؟ مظبوط. انذار بطاقة صحيحة. برافو معروف. ممتاز معروف. 100 100. السؤال هنا أنا كحكم. طب خلينا نشوف اللعبة الثانية. لعبة جميلة جدا جدا، مش هتعدي علينا يعني هنا في الاستوديو، مش هتعدي. ها؟ اللي شاف حاجه يقولها. اللي بعديها سمير، معلش تاني واحده واحده، لان دي انا هبني عليها حاجات كتير. نشوف اللعبه الاولانيه هنا. واحد دي انذار. سيبك من دي، مبدئيا انذار. الثانيه انذار. اثنين يا جماعه، دي مهمه جدا جدا لحكام مصر كلهم. انا مش هخاف يا كابتن علاء على اللاعب اكتر من نفسه، انا كحكم مش هخاف على اللاعب اكتر من نفسه. هنا الجزار هو نفس اللاعب. طب تعال نحل اللعبه ديت واحده واحده لحكامنا. كابتن محمد في اللعبه الاولانيه، معلش سمير تاني، معلش تاني، هنا في مخالفه. في مخالفه ولا مفيش؟ نقط بس يا كابتن. في مخالفه. في طبعا. ايه اللي حصل؟ الحكم مشاه باستمراريه. تمام، خلاص كده انا نسيت دي. لما راح تاني لعب الاهلي، لعب الاهلي نجح في لعب الكره، ايه اللي حصل؟ ضرب برضه مخالفه. مخالفه تانيه، هو حسب المخالفه دي صح؟ يبقى انا النهارده دي مخالفه تستوجب ايه؟ انذار. الصفرة الثانيه ثم الحمراء ثم احمر. انا مش هخاف على اللاعب اكتر من اللاعب، عنده انذار. اللاعب ما خافش على نفسه كابتن اسامه، هو يتحمل مسؤوليه خطا. هنا نشوف معروف بقى عمل ايه. ندى واحد تاني. ندى سمير، معلش معلش انا هتعبك معايا النهارده، بس انا ببني وساب هنا 25. بص ده، وهنا الجزار اللي واخد انذار في دقيقه 32. هنا الجزار في دقيقه 32 جاب الثاني وساب ده. عمل ايه معروف؟ يلا بقى نشوف عمل ايه. جاب الفاول. نشوف عمل ايه معروف. الله عليك يا سمير، الله عليك يا سمير، ممتاز. نشوف، انا تخيلت ان هو هيجيب الجزار بقى. لا
جاب واحد تاني. جاب 15. جاب الاولاني. جاب الفاول الاولاني. لا فاول اولاني. طالما انت عملت طالما انت عملت ادفانتج يبقى انا بحسب على الخطا الثاني مش الاولاني. مظبوط. دي لعبه مش هتعدي علينا يا كابتن عادل. يبقى انا عندي هنا جزار بطاقه ثانيه وبطاقه حمراء وشكرا. من الديها كام؟ 34. صح. يبقى هو كل يجي مبسوط كده عمل ده وخلاص. دي حاجه يمكن يا ابن الله. صح. بس هو الطبيعي الطبيعي انا ناخد على اللعبه الثانيه مش الاولى. ايوه تحت الفرصه. انا سبت استمراريه في اللعب فالطبيعي اوضع الثانيه مش الاولى. صحيح. بس يعني هو انا ممكن ارجع لها لو اللعبه دي ما كانش مخالفه. انت بتدور على دي يا كابتن؟ دي حاله تعليميه يا كابتن مش المعروفه طبعا. كابتن اسامه لا 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 انا بتكلم على الحكام كلها. ليه 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 انا معروف او اي حكم اللاعب عارف ان هو عنده انذار يبقى انا حريص على نفسي ما اخدش البطاقه الثانيه. هو عمل ريسك وخد البطاقه الثانيه اداها له. هو اللي بيقول لك اطردني. انا بخاف على اللاعب ليه؟ انا خاف على نفسي. احنا معروف النهارده عمل مباراه جامده جدا 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 وجرى من كاس العالم 10 على 10.